السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجز الرياضي. عقد مساء أمس المؤتمر الصحفي الخاص بدوري سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكرة قدم الصالات في نسخته الرابعة والدوري الأول لرياضة ذوي الإعاقة تحت شعار ملتقى الأجيال، وذلك في مقر وزارة شؤون الشباب والرياضة، حيث شهد المؤتمر الذي حضره عدد كبير من مختلف ممثلي الفرق المشاركة ووسائل الإعلام المختلفة المحلية والخارجية، شهد استعراض أبرز الأهداف التي يسعى القائمون على الدوري للوصول إليها. عملنا هو يعني بطريقة إشرافية، بطريقة دعم بقدر استطاعة للجنة على أساس أنهم يوصلون لأهدافهم اللي هم، والأهداف طبعا مشتركة ما بيننا إحنا وما بينهم، وهذه برنامج رياضي صيفي يعني 32 مركز موجود في، يعني طبعا هذه يعني إضافة للمراكز الشبابية، السابق ما كان هذا العدد موجودين. بدأنا بتوزيع الملابس الرياضية على الأفرقة المشاركة 32 مركز، وكانت في مشاركة في المؤتمر الصحفي من جميع الأندية وجميع المراكز الشبابية، بالإضافة إلى يعني الجهة الرسمية اللي هي وزارة شؤون الشباب مع الاتحاد البحريني مع الاتحاد ذوي الإعاقة.